مبروك رجوع احمد سعد طبعا لطليقته علياء بسيوني، رجعوا لبعض وتقنوا معهم طبعا على المسرح وبس راسه، ان هو هيرجع لها ان شاء الله، بس انت عارفين ان هو طلقها وطلقها طبعا، هيرجع لها زي يقول لك مثلا هيرجع لها يرجع لها تاني، لا هو طلقها طلاق خلاص يعني، وقفت العده بتاعت الطلاق، ما ينفعش لازما ايه من جديد، لا مهر جديد وخطوبه جديده وكل حاجه جديده، فهو هيعيش معاها دلوقتي او هيبقى هيخطبها ويشوف فتره الخطوبه دي هينفع يتجوزها ولا ايه ولا لا، فالف مبروك ليهم يعني، الف مبروك. يا عم انت لسه ما اشتركتش، اشترك بقى، الله يبارك فيك، اشترك وما تنساش بقى تشوف الفيديو اللي في الاخر دي. يلا سلام عليكم. يا حاج انت ما عملتش تعليق، اعمل تعليق يا عم، اعمل تعليق، اعمل تعليق، ما تنساش اعجابني بالمرة، الله يبارك فيك يا عم الحاج، مبروك.